أهلا وسهلا بحضراتكم وتغطية جديدة من موقع صدى البلد الإخباري. ناس بعد إصدار شهادات ذات العائد أو الفائدة 25% بدأت تتساءل يا ترى الشهادات دي هيكون تأثيرها إيه على بعض الملاذات الآمنة اللي كان بيلجأ إليها المصريين لاستثمار أموالهم زي العقارات زي الذهب. هل هيكون في تأثير؟ لأن هنا أصبح عندي منتج اللي هو الشهادات البنكية بقى منتج جاذب جدا لأي حد عايز يستثمر فلوسه، فلوس ما بيعملش بيها حاجة، وبالتالي عائد 25% عائد مضمون جدا وبشكل آمن ومريح وبتضمنه الدولة المصرية، شيء في منتهى الجمال. لكن الناس اللي كانت بتستثمر مثلا، احنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على العقار تحديدا، خلي الذهب ده نبقى نتكلم فيه في مجال آخر، لأن في مصر يا عقار يا ذهب معروفة، يعني تسأل أي حد هتستثمر فلوسك ما هو يا بنك يا عقار يا ده، ما فيش حل تاني، ما فيش حاجة تانية. طيب احنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن تأثير هذه الشهادات على السوق العقاري في مصر. هل هترتفع أسعار العقارات تأثرا بهذه الزيادة في أسعار يعني في نسبة الفايدة في هذه الشهادات؟ شهادات طبعا نسبة مرتفعة وجاذبة جدا لأي حد بيفكر في استثمار آمن. العقارات هيبقى ظروفها ايه؟ هل هترتفع أسعارها ولا لا؟ هل هتفضل محتفظة بميزة الجذب للاستثمار بالنسبة للمستثمرين في مصر؟ قبل ما نتكلم عن كل التفاصيل دي، يعني طبعا هنتكلم عليها بشكل مفصل، لكن خلينا نروح، هو أصلا الاستثمار في هذه الشهادات إيه مميزاته، والاستثمار في العقارات إيه مميزاته؟ خلينا نقول إن الاستثمار في الشهادات هو يعني زي ما بنقول كده، زي ما قال الخبراء، هو استثمار قصير الأجل. يعني قصير الأجل بمعنى إيه؟ الشهادات دي لها مدة محددة. الشهادات اللي موجودة حاليا، اللي مطروحة حاليا من قبل البنوك المصرية ذات العائد 25% هي سنة، وأي شهادة دايما بيكون محدد ليها سنة 2-3-5، ما بتزيدش عن كده يعني في أغلب الأحوال يعني. إنما الشهادات اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي ذات العائد 25% دي سنة، استثمار قصير الأجل. أما في العقارات، لما الناس بتحط فلوسها في عقار فهو استثمار طويل الأجل، بمعنى ان انت بتحط فلوسك النهاردة ومش مستني العائد السريع، لكن العائد ممكن يبقى اكبر مع مرور الزمن. هنا ده الفارق ما بين الاستثمار في الشهادات البنكية والاستثمار في العقار. نيجي بقى للسؤال التاني اللي الناس كتير جدا يعني شغلها الموضوع ده. طيب هو العقار مع إصدار هذه الشهادات مستقبله إيه؟ وهل هتتأثر أسعاره ولا لا، ارتفاعا ولا انخفاضا، ولا الأمور في العقارات هتبقى في سوق العقارات هتبقى ماشية عاملة إزاي؟ مبدئيا بشكل مبدئي، هذه الشهادات ذات العائد 25% من المفترض وفقا لآراء بعض الخبراء إنها قد تؤدي إلى زيادة في أسعار العقارات. زيادة بقى لأن يعني ممكن يرتبط بيها زيادة في أسعار مواد البناء، حديد، أسمنت وخلاف، وبالتالي سعر العقار من الممكن إن هو يزيد خلال هذا العام، وبالتالي ده التأثير المباشر اللي ممكن يحصل من هذه الشهادات على سوق العقارات. الطلب في مصر على العقارات هو طلب عالي جدا ومرتفع جدا، وبالتالي ده بيؤدي ايضا من ناحية تانية، والناحية دي بالمناسبة ملهاش علاقة بالشهادات البنكية،
بتؤدي برضو إلى ارتفاع في أسعار العقارات، من المنتظر أيضا أنه يحصل. بالنسبة للاستثمار في الشهادات، الهدف منه الرئيسي والهدف الأساسي هو يعني تخفيف الضغط على الدولار. ليه؟ النهاردة الناس اللي معاها مثلا شوية دولارات شايلهم على جنب، لما لاقي ان في سعر فايدة في شهادات بنكية هيقدم لي 25%، وده رقم مش قليل خالص، ده رقم كبير جدا في عالم الاستثمار. فبالتالي ممكن الناس دول يلجأوا الى تحويل هذه الدولارات الى جنيه مصري عشان يروحوا لهذا الاتجاه ويستثمروا اموالهم في الشهادات البنكية عشان يحققوا هذا العائد المقدر ب 25%. وبالتالي ده من شأنه بقى انه يخفض شوية الضغط على العملة الصعبة، نقدر ان احنا نعتمد بشكل اكبر على الجنيه المصري، تحصل وفرة في الدولار، لان اللي معاه قرشين بالدولار هيبدأ يحولهم عشان الشهادات دي اصلا بالعملة المصرية بالجنيه المصري، مقومة بالجنيه المصري. وبالتالي دي فايدة مهمة جدا لهذه الشهادة، لان اللي عايز عائد في النهاية مضطر انه لو معاه دولارات يحولها لجنيه، او انه يحط بالعملة المصرية الجنيه في البنك، وبالتالي ده هيعمل وفرة ويقدر ان هو يخفف من حدة الازمات اللي بنتعرض ليها. اما بالنسبة للعقار، زي ما بيقول كده يعني بعض الخبراء، العقار حتى لو مرض مش هيموت، يبقى البريق في الاستثمار العقاري لا يؤثر عليه شيء. ليه بقى؟ لان النهارده انت وانت بتستثمر في الشهاده البنكيه شيء عظيم جدا، وهتاخد الفايده المنتظره وهتاخد العائد المنتظر، لكن في النهايه الاستثمار في العقار هو يعني ليه منظور تاني مختلف ما بيرتبطش بيه العائد السريع. عشان كده احنا قلنا حابين يعني نقول المميزات في كلا الجانبين، وحضراتكم يبقى ليكوا يعني مطلق الحرية، لان في النهاية الاتنين كويسين، لكن حضرتك عايز ايه في المرحلة دي؟ عايز استثمار سريع ولا عايز استثمار طويل الاجل؟ ده ليه مميزات وده ليه مميزات وده ليه شكل وده ليه شكل. ومش معنى ان الشهادات دي يبقى سوق العقارات هيتركن، لا، العقار هيفضل يعني استثمار جاذب جدا، وناس كتير جدا عارفة قيمة الاستثمار في العقار. الشهادات مفيدة جدا لناس كتير جدا، ممكن تحقق عوائد سريعة، وكمان في حالة من الربط ممكن تحصل ما بين النوعين دول من الاستثمار. ازاي؟ النهاردة انت لو يعني في بعض الشركات العقارية اللي بتقدم السكن او العقار يعني بطريقة تسهيلات او اقساط على 5-10 سنين في بعض الاحيان في بعض الشركات، النهاردة انت وانت بتاخد عقار او بتستثمر فلوسك في العقار، من الممكن ان انت بالتوازي تكون حاطط يعني عامل شهادات بمبلغ معين، وتقدر ان انت تستفيد بالعائد اللي هيجي لك من الشهادات المقدر ب 25%، ان انت تسدد بعض الاقساط الخاصة بهذه الوحدة العقارية او هذا النوع من الاستثمار العقاري اللي انت بتستثمر فيه في العقارات، من خلال تحقيق عائد من الشهادات. وده يكون الحقيقة نوع من الجمع وبين مميزات هذا النوع من الاستثمار وهذا النوع من الاستثمار. وفي النهاية النوعين مفيدين، يعني النوعين فيهم فايدة كبيرة لكل اللي هيقبل عليهم. ممكن يسيروا مع بعض بالتوازي بالنسبة لبعض الأشخاص. بعض الأشخاص ممكن يرى ان هذا افضل في الوقت الحالي، ممكن يعني اشخاص اخرى ترى ان النوع الاخر هو الافضل بالنسبة ليهم، لكن في النهاية مفيش افضل
ومش افضل او مفيش احسن ومش احسن. يعني لو عايزين نطلع من الفيديو ده بان ان ايه هو الافضل، لا هو مفيش افضل، هو في مميزات هنا وفي مميزات هنا، والقرار في النهاية لحضرتك لما هتيجي تستثمر اموالك القرار ليه. يعني احنا كان هدفنا الرئيسي من خلال يعني هذه التغطية او هذا الفيديو ان احنا نعرف حضراتكم بمميزات النوعين، وده اللي استعرضناه مع حضراتكم في هذه التغطية، وفي النهاية القرار لحضراتكم. نشكركم على حسن المتابعة، وانتظرونا في تغطيات اخرى من موقع صدى البلد.